بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين. هنتكلم مع بعض في الفيديو ده عن تصميم. احنا القطعة بالنسبة لنا هي متقسمة لخمس مطاعم. الأطوال اللي عندك هي 10، المطعم ده كان بيمثل لك ده الطول ده 10، والطول ده 12، والطول ده بالنسبة لك كان 12، 11 60 صافي، 12 من بره، وكذلك برضو الطول ده بالنسبة لك هو كمان 12. دول كده أول مطعمين. المطعم التاني عبارة عن 14 في 12، والمطعم اللي بعده 15 في 12، والمطعم اللي بعده 17 في 12. المشروع ده كان اتعمل زي ما قلنا بوست تنشن، والمالك رجع قال لك لا أنا عايزه بلاطات كردي عادية. تقريبا ممكن يكون واجه مشكلة في موضوع العمالة يعني. تمام، احنا لما جينا اشتغلنا وزعنا الأعمدة بالشكل ده. الأعمدة كان الهدف من ان احنا هنشتغلها كان ان احنا هنشتغل السيستم بتاعنا وافل سلاب دايجونال على زاوية 45، عن طريق إن إحنا هنحط الأعمدة في السنتر بالشكل ده كده، ونبدأ ناخد كاميرات. يعني هناخد كاميرات معانا بالشكل ده كده، آخد كاميرا كده وآخد كاميرا كده وآخد كاميرا كده وآخد كاميرا كده، وأبدأ آخد على المايل، بحيث أنا لو جيت عملت البلاط دي نفسها من الأول تو واي، لو أنا جيت خدتها تو واي بالشكل ده، هلاقي إن أنا عندي الطول ده 12 متر والطول ده هو 10. ال10 ممكن ميبقاش فيه مشكلة مش هتوصله، أما ال12 متر ده هيحتاج كل الأسياخ اللي في الاتجاه ده هيتم عمل وصلات ليها، وفي نفس الوقت أنت كبرت بحر العصب. لكن أنت لما هتاخد مخدة كده ومخدة كده بالشكل ده كده، هتيجي تقيس المسافة دي هتلاقيها في حدود ال7 متر مثلا، فأنت قللت بحر التو واي من 11 أو 12 متر ل7 متر، وفي نفس الوقت هربت من موضوع وصلات الأسياخ اللي هي في اتجاه ال12 متر. الكلام ده هيتطبق معاك في كل المطاعم بالشكل ده نفس الكلام. يعني ده 12 في 12، انت لو جيت عملت البلاطه تو واي بالشكل ده هتلاقي ان انت الاسياخ في اكس والاسياخ في واي دي لازم يتعمل لها وصلات زي ما انت عارف، لان واعلى طول الحديد هو 12 متر طول السيخ كامل. فنفس الكلام لما جينا وزعنا الاعمده حطينا عمود هنا وعمود هنا وعمود هنا وعمود هنا بالشكل ده كده، ده كده شكل توزيع الأعمدة. ورحنا سحبنا كاميرات بالشكل اللي انت شايفه ده، وساعتها انا هاخدها على المايل، هتيجي تقيس من المسافة دي ممكن تلاقي في حدود ال8 متر مثلا، فانت تمام مفيش فيها اي مشكلة. وفي نفس الوقت برضه نفس الكلام، انا هبقى هربت من موضوع وصلات الاسياخ، لان زي ما قلت لك المشاريع اللي زي دي حاول على قد ما تقدر تختار اسلوب تنفيذ يكون سهل، لان العمالة اصلا بتبقى الموضوع معاهم صعب شوية. تمام، نفس الكلام انت لو جيت برضو بصيت على القطاع ده هتلاقي نفسك حاطط عمود هنا، ده 14 متر اهوت زي ما احنا شايفين، هتلاقي حاطط عمود هنا وعمود هنا، ونفس الكلام الجهة التانية وعمودين هنا في النص. هنيجي نسحب الكاميرات بتاعتنا، وطبعا 14 في 12 فهتبقى الكاميرا جاية بميل حد شوية بالشكل اللي انت شايفه ده، وساعتها ان المسافة دي ممكن تلاقيها واصلة معاك من 10 متر مثلا. بس في كل الحالات احسن ما تعمل 12 في 14 على طول تو واي، يبقى انت عندك العصب 10 وهنا 10، وفي نفس الوقت الطولين متقاربين جدا من بعض، فانت التوي متحققه كويس جدا، وهتعمل بعد كده كونتينيوس استمراريه للعصب بالايه؟ بان انت بتشتغل البلاطه ديت وان واي في الزاويه دي ب 45، ودي نفس الكلام ودي نفس الكلام ودي بتكون برضه نفس الكلام. البلاطه المشروع اللي بعدها دي كانت 15، الفرق بين ده وده متر، هيمشي بنفس الكونسبت. هنا بقى في ال17 هتلاقي الموضوع بقى اصعب شويه، بمعنى ان انت لو هنا كنت جيت عملت انا هنا عمود وجيت حطيت عمود هنا وجيت حطيت عمود هنا، ونفس الكلام الجهة التانية، والفرض انا كنت حطيت اعمدتي كده اللي هي بالدواير دي، لو جيت سحبت بص كاميرا بالشكل ده هتلاقي ان الكاميرات دي بقت كبيرة جدا. تمام، لان الطول ده 17، الطول ده كله 17، والطول ده 12، هتلاقي ان انت السيستم بدأ يهرب منك، هتلاقي اصلا الكاميرات دي ممكن توصل ل 12 متر كمان، فلا انت كده ما بتحلش. فهو الافضل ان انت كنت تقسم الباكيه ال17 دي في التلت والتلتين، تحط عمودين بالشكل ده كده، وتبدا تسحب من هنا لهنا كاميرا ومن هنا لهنا كاميرا ومن هنا لهنا كاميرا ومن هنا لهنا كاميرا. تمام، وكنت هتاخد الطول ده كده بالشكل ده، ده كده بالنسبه لك هو ال ال بتاع العصب ال ال ريب. طب ال ال ريب دي كانت جايبه كام؟ دي كانت جايبه تقريبا 10.8 او جايبه 11 متر. فانا برضو ما وصلتش لسه، انا كل الهدف في المشاريع الكبيره دي حاول دايما تخلي ان انت ما تتجاوزش ال 12 متر، سواء كاميرات مدفونه او اعصاب، علشان موضوع الوصلات ده، لان بيبقى في كارثه، الناس اللي شغاله تنفيذ هناك بتبقى في كوارث في موضوع وصلات التسليح ده والتبادل والكلام ده، محدش اصلا بيفهم، محدش بيركز في الكلام ده هناك.
فانت طالما تقدر تهرب من النقطه دي اهرب، يعني طالما في حل تقدر تهرب بيه اهرب. وزي ما قلت لك هو السيستم ده اكيد مش احسن حاجه في المساحات دي، يعني ال 12 متر دي لو كانت جت هولو كور مثلا وترصت على طول جنب بعضها كده، جت هولو كور كده ترصت جنب بعضها كده، كان بقى افضل بكتير من اللي احنا فيه ده، وكنت عملت الكاميرات ديت ال سيكشن وكانت اتحملت عليها الهولو كور وخلاص، كان الموضوع بقى اسهل من كده بكتير. بس هو الفكره زي ما قلت لك العميل بيبقى ليه رغبه معينه، يعني بقول لك المشروع اصلا كان اتعمل بوست تنشن، واقترح الهولو كور حتى هو ما فيش عليه، والبوست تنشن بعد ما التصميم خلص رجع قال لك لا انا هي بلاطات خرج. فهو انت ما بتبقاش انت صاحب القرار، يعني هو العميل بيختار تمام، بس انت بتعرض وهو بقى بعد كده بيقرر يعني. فانت دايما في المساحات دي طالما هتشتغل بنظام تقليدي شويه اللي هو البلاطات البورد العاديه او اللي هو في السلاب، حاول زي ما قلت لك لما تلاقي الابعاد قربت من ال 12 متر ابعاد الباكيات حاول تشتغل على المايل، المايل ده هيديك ابعاد مش هتزيد عن ال 12 متر، وفي نفس الوقت بتبقى مأمن نفسك ان انت قادر تشتغل ايه بطريقه كويسه. طب احنا دلوقتي لو جينا بقى نستعرض الشكل النهائي للمشروع، هتيجي تاخد ادي اول ما ادي اول ده المطعم الكبير، ده كان شكل القطاعات بالشكل ده كده. طبعا احنا زي ما قلت لك البحر ده كان داخل في 11 متر، فاحنا علينا سمك البلاطه شويه خليناه 45، وديت تبقى السيماريات الاعصاب بتاعتها، وده كان صاد 4. وزي ما تنساش برضو ان انت عندك علاقه بين البي ريب والارتفاع ان هي ما تزيدش عن 3.5 الاتش طبقا لكود السعودي يعني تمام. دي كانت بالنسبه لك لوحه المية، دي القواعد، وديت اللي لوحه المحاور والاعمده. طبعا هتلاقي الاعمده عندك في النماذج هتلاقي في قطاعات كبيره شويه 30 في متر، يعني العمود ده مثلا ده 30 في متر وده 30 في 90. طبعا الاعمده دي على دور واحد، هتقول لي هندسه الاكسل هيبقى قليل مش مستاهله كل ده، بس هي المشكله ان العمود ده هيتصمم ان وام، لان الطبيعي جدا طبيعي جدا ان انت عمود زي ده لما يبقى شايل كاميرا زي دي، او عمود زي ده كده، او عمود زي ده، عندك عمود زي ده هيبقى شايل من هنا وهيبقى شايل من هنا، الكاميرا دي اوريدي كده كده هتنقل عزم حتى لو بسيط للعمود ده، ونفس الكلام العمود ده برضه هيشيل شويه من هنا. وطبعا الكاميرا دي بالنسبه لك هتبقى سبورتد العصب بتاع الصاله، فالعمود ده مش هيبقى بيور اكسيال بس، فانت ما تاخدش الاكسيال فورس اللي هنا ولتكن مثلا طلعت 70 طلعت 60 وتروح بره تصممه في اكسل شيت على انه شايل اكسيال مثلا 70 طن مثلا، وتروح تحط 70 طن دي انت لو عملت قطاع 20 في 50 هيسيد، 20 في 50 هيسيد، بس انت مشكلتك هنا يا هندسه ان العمود ده هيبقى عليه ام، فالان مع الام دي هتلاقي ان القطاع ده مش هيسيد، لازم يتصمم، هتلاقي وصل معاك اهو زي ما هو واصل معانا هنا لل 30 في متر عشان تحقق الدلتا نان سوي ما تتجاوزش ال 1 و4، وتصمم العمود ده على ان وام في الشكل اللي انت شايفه ده، هتلاقي ان انت عندك العمود ده طالع معاك قطاعه 30 في متر، 30 في 90 كان مديك انصيف، يعني 30 في 90 كان مديك ان العمود ده انظيف. فانت حاول دايما لما يبقى عندك مشاريع بالشكل ده ما تاخدش العمود اكسيال فورس بره، لا اشتغل على الايتابس جوه، خليه هو يصمم العمود على ان وام، وتشيك برضه على الدلتا ماينس واي بتاعته ماشي. ده كده بالنسبه للسيستم ده. المطعم اللي تحت هيبقى نفس القصه، السيستم الدايجن اللي احنا قلناه لو انت جيت خدت ده هتلاقي زي ما قلت لك في حدود 8 9 متر، طبعا السمكات بتاعت المطاعم اللي جايه كلها 35 سنتي، نفس الكلام بقى في اللوح القواعد والمياد والكلام ده كله نفس الكلام نفس الكلام. هتلاقي دي اكتر واحده ممكن مظبوطه فيهم طبعا هي ال 12 في 12، دي اكتر بلاطه هتلاقيها بص جايه سيمتريك بالظبط نتيجه ان هي الطول زي العرض، اما الباقيين هتلاقي في شويه من الشطارات زي ما انت شايف كده في ال 14 متر في شطاره اهو، في ال 15 بدات ايه الكاميرا تميل اكتر، ما بالك بقى لو انت عملت دي كمان في ال 17. عشان كده في ال 17 متر في الطول ده احنا حاطين عمودين بدل ما نحط عمود في النص. انت متخيل لو عمود في النص هنا، يعني انت متخيل لو انا كان عندي العمود هنا العمود جاي هنا وده هنا، انت متخيل بقى الكاميرا كان هيبقى عامله ازاي شكلها، انت واخد بالك، ونفس الكلام الجهه التانيه شكلها، هتلاقي لها الموضوع فاهم بدات الكاميرا تميل قوي ناحيه الكورنر وانا مش عايز كده. بس ف كان هيبقى الحل ليك زي ما قلت لك انك تقسم ال 17 متر دي، وفي نفس الوقت حتى الجسور الساقطه اللي هنا دي بدل ما تبقى مثلا عندك دي 8.5 ودي 8.5، لا هتلاقي دي بقت 65، يبقى انت برضو ايه استفدت بيها انك قللت بحر الجسور الساقطه. احنا كل اللي بنتكلم فيه ده احنا بنتكلم في تنوير بس للافكار الاستاتيكال سيستم لما يجي لك مشاريع زي دي، لو انت في عندك امكانيه زي ما قلت لك ان المشروع ده يتعمل هولو كور يتعمل، يعني لو جاي مقسمها كده باكيات هولو كور واخد بالك بالشكل ده كده، وتبدا تحط البلاطات بتاعتك والكاميرات اللي ورا دي اللي هتبقى شايله الهولو كور، الكاميرات اللي انا معلم عليها دي هتبقى كاميرات ال سيكشن تمام، بيبقى كاميرا كده وطالع منها زي كوربل صغير كده تحط عليه الكاميرا البلاطه بتاعتك وبتتصمم مفيش مشكله، وممكن حتى البلاطه الشركه اللي هتورد دي اللي ممكن تديك الديزاين بتاعها كمان.
بس فدي بتبقى يعني. ونظام البوست تنشن برضو كان نظام كويس، كانت معموله اصلا في الاول في الريس لاب بوست تنشن. بس طبعا زي ما قلت لك، انت في الاول وفي الاخر اللي بيحدد حاجه زي كده هو العميل مش انت، انت بتقترح عليه الانظمه. ده كده بالنسبه للكاد بتاع الخمس مطاعم. الملاحظات بقى اللي انا عايزك تبقى انت واخد بالك منها في المشاريع اللي زي دي هو تصميم الكاميرات. الكاميرات بالنسبه لك في السقف هنا هو عنصر مهم جدا، لان الكاميرا ديت لو ما سيفتش معاك ديفليكشن وعزم انت كده برضو ايه يعني، محتاج ان انت تبص كويس، لان العزوم هتكون كبيره، العزوم في الحاجات دي هتكون كبيره لان المساحات مش صغيره خلاص. فاول حاجه لو احنا جينا شفنا الترخيم مثلا على البلاطات، هتيجي مثلا كده الحاله الديفليكشن بتاعتنا اللونج تيرم. طبعا بقى انا مش هقول لك يعني ايه يعني الحاجات دي كلها احنا مستفيدين فيها، انا بس هقول لك هنتشيك على اللونج تيرم. مثلا هنا هتلاقي ان ده جايب 30 مللي، البلاطه اللي هي الاخيره دي. لو انا جيت رجعت للملف الكاد هتلاقي ان البلاطه دي زي ما قلت لك البحر ده كان تقريبا 11 متر او 10، كان 11 متر، ف 11 على 240 هتبقى ايه سيف بكتير عن الرقم ده. يعني مش عارف فين لو طلعنا الاله الحاسبه، لو انت قلت 11 على 240 هتطلع معاك ب 45 مللي، هو هنا مديك 30 مللي فما فيش فيه مشكله. نفس الكلام هنا، نفس الكلام هنا. طب انت لو حابب تدخل بقى موضوع التسليح اللي هو في الرن كراكنج اناليسيس، تسليح التوب والبوتوم او تسليح التنشن وتسليح الضغط في البلاطات الهوردي للاعصاب، والله انت ممكن تفترض ان الشريحه المتر فيها عصبين يعني بالتقريب يعني تمام. والعصبين مثلا هيبقى عندك العصب الواحد لو انت عندك ادي مثلا قول الشريحه، خلينا بس عشان الحاجات دي برضو ايه، هو المفروض تروح على البروكن او اي برنامج تحط له انت تسليح مع العزم هو يشيك لك عليه، والكلام ده احنا هنعمله دلوقتي على مش بس بروكن، هنعمله باكسل شيت كويس يعني. بس انا بقول لك على السيف مجازاتا، لو انت حابب تعمل النسبه هتقوم رايح جاي قايل ان الشريحه بالنسبه لي كام فيها عصبين، والعصبين دول دي كده بالنسبه لي الشريحه الواحد متر. انا عندي هنا 2 16 تحت وهنا 2 16 تحت، وعندك علوي هنا 2 14، 2 14 وده 16. فانا بقول تحت انا عندي 2 16 و2 16، يبقى انا عندي كل التوتال 4 16 تحت وكل التوتال فوق 4 14 فوق، وبدخل نسبة التسليح دي للبرنامج عن طريق ان انا بقول له 4 في 153 على عرض الشريحة اللي هي المتر 1000 مللي، واروح اضربها في الافكتيف لينس بتاع القطاع ديت لو 35 فانا ادخلها له مثلا 325 واجيب النسبه من هنا، ونفس الكلام النسبه اللي تحت 4 في 201 على ال1000 مضروبه في 325، دي بالنسبه للبلاطه ال 35. لو البلاطه ال 45 دي هتبقى 425 بس تمام. طيب ده كده بالنسبه لل لو انت حابب تدخل. طب انا دلوقتي بقى حابب اعرف تصليح الاعصاب وحابب اعرف تصليح الكاميرات المدفونه تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. هات بقى انت تبدا اعمل الليزر العزوم بالشكل ده، هتلاقي هنا دي كاميرا اهيت، الكاميرا دي جايبه عزم كام؟ دي جايبه 97، والكاميرا دي جايبه 100 طن. في الاكسل شيت بتاعنا الجميل احنا كنا قايلين عليها قبل كده ده، انا هاخد مثلا انا هشتغل على واحد من دول، وانت كل المطاعم هتمشي فيها بنفس الكونسيبت يعني، هي الطريقه واحده او الفكره واحده. انا هاخد الكاميرا دي، الكاميرا دي بحرها كام؟ 8 متر 12. فبروح على البرنامج هنا بقول له ان انا عندي عزم 100 كيلو نيوتن يعني 1000 كيلو نيوتن، الاسبان بتاعك هو 8 متر 10، الاتش بتاعي كان 55 سنتي، العرض بتاعي هو 1600، التنشن تنشن ستيل كان 18 والكمبريشن كان 14. هتلاقي ان انت محتاج كام؟ 24 18. يبقى انا محتاج في الكاميرا دي 24 18. طب انا دلوقتي شغال على الكومباينيشن كام؟ 1 و4 1 و7. في الحالات اللي زي دي انت ممكن تشتغل 1 و2 1 و6، والحالة دي تقدر تعتمد عليها دلوقتي لان كل المشاريع بقى فيها اشراف هندسي وفي تامين وفحص فني، فانت طبعا هيفرق معاك. شفت من 100 ل 85، يعني لو جينا دخلنا نسبه التسليح لنسبه العزم اللي هنا ال 85 دي هتلاقيها طلعت معاك كام؟ قالت 4 تسليحات، انت اولى طبعا واخد بالك. فيبقى عندك الكاميرا دي عايزه 20 18. طيب ده بالنسبه للكاميرا دي اللي هي دي الكاميرا اللي هي متر 60 في 55 20 18، هتمشي بنفس الكونسبت على كل الكاميرات المدفونه. في حاجه بس هنا في الايتابس انت ممكن تعمل هنا ديسبلاي بيم
وتقول له ان انا عايز التوتال اللي عندي، واقول له شو فاليو، واقول له كده بالشكل ده كده. هتلاقي هنا في رقم، بس روح خد كده الرقم ده بس غير وحداتك، خليها بالمليمتر وقول له اوكي. هتلاقي الرقم ده طالع كام؟ 5081. هتروح على الآلة الحاسبة 5081، روح اقسمه على 254 اللي هو بقطر 18. هتلاقي نفسك برضو محتاج كام؟ محتاج 20 أو 21 سيف 18. وخد بالك دي بتبقى كمان شكلها حلو في النوتة الحسابية، بتلاقي إن أنت مطلع نسبة التسليح. طبعا أنت لو حابب تكبر الأرقام دي شوية ممكن تخليها مثلا بالشكل ده، تبدأ الأرقام تبان معاك أكتر يعني. هتلاقي هنا ده 5000 اهوت 100. هتيجي تبص على البلاطة على الكاميرا اللي جنبها، ده عايز 5292، ده هتلاقي هنا عايز 4000. تقدر ساعتها تقدر ايه، بس خد بالك ان هنا هو هنا انت لو مسافر انت اهم حاجة في الاكسل شيت ده ان هو بياخد في اعتباره الديفليكشن. الشيت ده بياخد في اعتباره الديفليكشن، يعني لو احنا كان السمك 500 هتلاقي بيقول لك اهوت ان هو نسبة التسليح زادت بنسبة 12% علشان تأمن معاك موضوع الديفليكشن. فانت هتلاقي ان انت بروفايدد كام؟ 25 18. واخد بالك هتلاقي نسبة التسليح اللي كانت طالعة نتيجة العزم كانت طالعة 5673، بس نتيجة الديفليكشن هتحتاج 6362. فهو الشيت ده بيبدأ عشان يديك ال على دي تطلع في الآخر اوكي. الفكره في الشيت ده ان هو زي ما قلت لك بياخد معاه تاثير الديفليكشن، على عكس هنا الايتابس. الايتابس هنا بيصمم نتيجه العزم فقط، تمام؟ فانت الرقم اللي هتاخده هنا لو انت الكاميرا دي انت متاكد انها سيف ديفليكشن، تقدر تعتمد على طول على الارقام اللي هنا دي، انك تبدا تاخد الرقم ده تترجمه على طول لعدد اسياخ عن طريق انك بتاخد النسبه اللي هنا دي 4053 وتروح تقسمها. لو انت هتشتغل كود يعني، انا باخد الرقم ده، باخد الرقم ده كده بره، وبقول مثلا انا عندي دلوقتي دي مساحه التسليح 4053، بروح اقسمها على قطر السيخ 201، ده لو انا هستخدم قطر 16، و254 ده لو انا هستخدم قطر 18، و153 لو انا هستخدم قطر 14، وهي المعادله العامه باي دي تربيع على الاربعه اللي تديك الارقام. خلاص ده كده بالنسبه لل، اللهم صل على سيدنا محمد، ازاي تقدر تطلع مساحه التسليح من الايتابس عن طريق برضو ايه، دي موجوده في الايتاب الجديد يراد ديسبلاي بيم ديزاين، دي بتبقى شكلها كويس كمان في النوت يعني. هو هنا مديك هنا العلوي ده السفلي، هنا ده السفلي بس، وهكذا يعني. واخد بالك ده كده بالنسبه لتسليح الكاميرات المدفونه. طب تسليح الاعمده، انا زي ما قلت لك كل اللي انت هتعمله على الاعمده انك هتعمل كونكريت فريم ديزاين، وتروح تاخد مثلا عمود زي ده وعمود زي ده كده واعمل له شو. ابدا بقى شوف العمود ده كده، هات الديتيلز بتاعه، زوم. طبعا احنا القطاع بتاعنا هو سوي اوردينري، انا عندي العمود 30 في متر. العمود ده شايل كام؟ شايل بي التيمت 77، بس شايل عزم كام؟ 3523 طن بالمليمتر، المفروض تقسم على 1000 يعني يبقى 3.5، وده هيشيل معاك عزم كام؟ 16.7 طن متر، هو هنا بالمليمتر طبعا. لو عايزين بس ايه نرجع نظبط الوحدات تاني عشان بس تبقى القرايات مظبوطه، ادخل زوم، هتلاقي هنا بص الموضوع زي ما انت شايف كده، ده العزم هنا كام؟ 16 مع البي التيمت 77. فانا بقول لك الاكسل مش هيبقى كبير بس العزم هو اللي كبير، فلازم العمود ده تسيفه، واخد بالك؟ وحاول برضو الكباس ريشيو يعني ايه تبقى في حدود اللي هو من 6 من 10 ل 9 من 10، ما تزودش عن 9 من 10 ولا تقل عن الرقم ده برضو، عشان تبقى انت لا انت امور السيف ولا انت برضو ايه اللي بهدل الدنيا في موضوع الاقتصاد يعني. بس ده كده بالنسبه لديزاين الاعمده. الايتابس هياخد زي ما قلت لك معاه الان والام، وهيحسب لك يعني انت لو جيت شفت دلتا ناقص وي هتلاقيه برضه هحسبها لك. طبعا قوانين المانوال والكلام ده كله احنا شارحينه باستفاضه في الورش، فاحنا مش هنخوض فيها يعني. هتلاقي هو بيحسب لك على الميجر وفي المانوال، وهنا الدلتا ناقص وي محسوبه، والفاكتور السي ام والكلام ده كله طبعا احنا شارحينه قبل كده في الورش. بس انا بقول لك ان الايتابس هو هيسيف لك الدنيا وهيصمم لك العمود ان ام، فانت ما تاخدش العمود تروح تشوف عليه اكسل مثلا 70 تن تاخده في اكسل شيت بره، العمود ده ساعتها هيبقى 22 50. بس مش من المنطقي ان كاميرا بالضخامه دي متر 60 عرض في 50 او 55 عرض تروح تتشال على ايه؟ على قطاع 20 في 50 و20 60، عشان الواحد بيشوف حاجات زي كده برضه في الشغل، تمام؟ فانت خد بالك جدا من النقطه دي وانت شغال في مشاريع زي دي. النقطه الاخيره اللي معايا عشان بس بقى ما نطولش الفيديو، انا عايز دلوقتي اروح احسب الايه؟ الاحمال بتاعت الاعصاب. هتلاقي هنا هو دي ال ايه ده، احنا بنعمل ايه؟ احنا طبعا احنا كنا راسمين شريحة، واخد بالك؟
بص احنا هنا راسمين شريحة، الشريحة دي بعرض العصب اللي هي المسافة اس، بعرض المسافة الفعالة بين العصب والعصب اللي هي عرض المسافة اس اللي هي 55، هتلاقينا راسمينها اهوت زي ما انت شايف بالشكل ده. فلو جينا خدنا المطعم اللي هو الكبير فيه اللي هو 17 في 12 ده، رحت قلت له ديسبلاي على ال، احنا عايزين على الاستراب ده، ايه لا ده مش الاستراب، ده الاستراب، قول له ابلاي شو فاليو، هتلاقي الرقم هنا طالع معاك كام، ب5 و9، تمام هنا طالع معاك اهو ب5 و9، هنا برضو ب5 و9، ده كده الايه العزم اللي على العصب ده. الاكسل شيت ده فيه هنا حاجه اسمها التي بيم، بتروح تقول له انا دلوقتي عندي العصب ده شايل 5 و9 طن، يعني 59 كيلو نيوتن، الاسبان بتاعي كان 11 متر، تمام الاتش بتاعي كانت 350، لا كانت 450، اللباطه دي كانت 45 سنتي، البي ويب 150، لا كانت 200، الاس البي فلانج اللي هي 550، لا دي هتبقى 600، لان 200 و400 600، والاتش فلانج بكام، ب 100 مللي اللي هي ال 10 سم، وهقول له ان انا الفايل اللي انا بستخدمه فايل 16، والتوب ستيل انا بحط كام، 2 14، واقول له حل لي المشروع ده. هتيجي تلاقي بقى بيقول لك بروفايدد، لو انت جيت بصيت هتلاقي هنا بيقول لك بروفايدد 3 2 2 16 في البوتل، ده لو انت عايز تشتغل بالاكسل شيت، تمام. وزي ما قلت لك الاكسل شيت ده انت القطاع لو نزل شوية، يعني انت ممكن لو انت حبيت تعمل المسافة دي 53، هتلاقي بص التسليح طبعا هيزيد معاك، هتبقى عايز 5 16، بيقول لك ان التسليح زاد بنسبة 100% فور ديفليكشن، والديفليكشن انسيف، وكمان مينيمم تنشن سبيسنج ايه انسيف، ده نتيجة بس ان انت قللت السمك. لكن لما تخليه 450 هتلاقي الدنيا ارتاحت معاك خالص، والتسليح بتاعك قل اكتر من النص. طيب في طريقة تانية برضه، احنا كان معانا النظام ده عن طريق ان احنا الاكسل شيت ده، ده اكسل شيت بتحط له انت الطول، يعني انا كان عندي البلاطة دي 11 في 11، وليكن البلاطة اللي احنا شغالين فيها دي مثلا الطول ده، انا طبعا لما باجي اقيسها بقيسها كده عشان بس تبقى انت واخد بالك، انا بقيس كده، بقيس على المايل ماشي، مش بقيس كده، انا بقيس على المايل، فالطول ده 11 والطول ده مثلا 11، فانا بروح اقول له ان انا كانت عندي البلاطه دي 11 في 11، خلاص الطول ده 11 في 11، لو انت مش عايز تعمل استرب على السيف يعني، هقول له ان البي ريب ب 20، الفلور كفر، اللايف لود، اللايف لود كان ب 2 من 10، وعندك الاف يلد ب 420، اف سي يو ب 3 ب 35، التي اس اللي عندك ب 10 سنتي، الهيتش بلوك ب 35، بحيث يديك توتال تيكنس 45، طبعا ده شغال كود مصري مش كود امريكي، تمام. الفا وبيتا بيبدا يوزع لك، هتلاقي بيقول لك وقت ان انت محتاج في الاستريب 1 3 16 والاستريب 2 3 16، وهتلاقي العزم زاد هنا شويه 6 35 عن الرقم اللي كان طالع على السيف، الرقم كان طالع على السيف 5 و9، هنا ده طالع 6 35 ماشي، بيبدا هنا يطلع لك اهوت. ولو جيت بصيت على اليمين شويه هتلاقي هنا بيعمل لك تشيك السوليد بارت بتاعك، بيبدا هو يحسب الكيو ار، الشير ريزيستنت اللي عندك، ويبدا يحسب لك المسافه اللي انت محتاجها عشان يبقى العصب امن نتيجه انه تحملش قوه الشير، وهتلاقيه هنا راسم لك الشير وراسم لك العزم، وده الاسبان. الشيتات دي برده كانت مرفوعه قبل كده على القناه وموجوده برده على على الدرايف، تمام. فدي بتبقى طريقه، يا اما تصمم العصب باستخدام الاكسل شيت الاولاني ده عن طريق انك ترسم استرب تاخد منها العزم وتروح على الاكسل شيت ده وتشتغل، او انك تروح تاخد على الاكسل شيت التاني ده، هتدخل انت بيانات البلاطه وهو يبدا يحسب لك كل حاجه على العصب، خلاص ده او ده، الطريقتين شغالين، بس الشيت ده بياخد تاثير الديفليكشن، الاكسل شيت لا ما بياخدهاش، خلاص. ده كده بالنسبه لتصميم العصب، تصميم الكاميرا، تصميم العمود، دي الحاجات اللي العناصر اللي انت محتاجها في المشاريع اللي زي دي. وزي ما قلت لك تركز قوي في موضوع الديزاين، العمود في البحور الكبيره اللي زي دي يتصمم نتيجه الان من الام مش نتيجه الان بس، فما تهملش العزم اللي هيجي لك على العمود، وفي نفس الوقت لما يكون عندك بحور كبيره بالشكل ده حاول تشتغل بنظام الوفر سلاب الدايجونال، ده هيوفر عليك ان انت هتبعد عن الطول ال 12 متر، فمش هيبقى عندك وصلات، وفي نفس الوقت هتكون مأمن نفسك، السيستم ده هيكون امن بكتير انك تشتغل بلاطه وافل سلاب في اكس وواي على زاويه 90، الوافل سلاب على زاويه 45 في الحاجات دي بتكون هي الحل الامثل بدلا من الزاويه 90. ده كده بالنسبه للفيديو ده، وان شاء الله هرفع لكم الاكسل شيت الموجوده اللي احنا اشتغلنا منها دي، بحيث لو مش موجوده مع حد تبقى برده الفايلات دي معاه ما يقعدش يتوه عليها يعني. بس شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.